الصقر كيفاش دايره مع فريق الحسنيه؟ والحمد لله العقد راه كما في الجامعه اللي 3 سنوات مع الفريق حسنه كثير، واتصلوا بي الناس الحمد لله. جيت الفرقه ديال البلاد وكنشكر الناس اللي داروا فيها الثقه بزاف، كنشكرهم بزاف والحمد لله. انت غير باش نذكرك كنت لاعب ديال فريق اتحاد امل تيزنيت، من بعد كانت عندك اش ممكن نقولوا على المسار ديالك؟ والحمد لله المسار ديالي مع فريق امل تيزنيت الحمد لله المسار مزيان، كنشكر الناس ديال تيزنيت الحمد لله، تألقت معهم والتحقت الفريق الجيش الملكي الحمد لله. من الجيش الملكي دابا التحقت الحسنيه في كادي، نتمنى نزل اضافات الفريق ان شاء الله. وي بالنسبه للتحضيرات الترتيبات كيفاش كتبريباري وكتوجدوا الموسم الماجي، كيفاش دايره لومبيونس داخل الفرقه؟ والحمد لله لومبيونس كاينه، المدرب الحمد لله رحبينا والحمد لله رحبينا به، خدامين مزيان وانتونا ان شاء الله هذا العام ان شاء الله يكون خير ان شاء الله. والبريباراسيون كدوز عاديه بحال اي فرقه عاديه الحمد لله. الاجواء صراحه الاجواء رائعه الحمد لله بلادنا، ان شاء الله نتمنى هذا العام ان شاء الله يكون خير. انا بغيت نسول السي جماع، هو الان عندنا معنا لاعب اللي هو من درس التكوين ديال الانديه ديال الهوات، وبالتالي من امل تيزنيت كيلتحق بالجيش الملكي الان حسين تاكادير، وكان عندنا نماذج اللي قبل منه يعني حداد ازارو، هادو لاعبين اللي تعلقوا في الهوات واليوم كنشوفهم كيفاش كيتعلقوا قرنيا. انا السؤال ديالي السي جماع هو اليوم المكانه ديال اللاعبين ديال فريق الهوات، يعني المكانه ديالهم ديال منظومه انديه القسم الاول، واش يعني كاينين مواهب كاينين لاعبين اللي باستطاعتهم يكونوا متميزين في بطوله القسم الوطني الاول، وكيفاش انت عشتي التجربه ولا انتقال من الهوات للاحتراف؟ صراحه كاينين لاعبين بزاف، صراحه الله كاين لاعبين، راه نموذج كما قلتي راه ازارو ولا احد تدرات دازوا كامل من الهوات، وراه هادي غير كتبقى الامكانيات اللي كيبقاو وصافي. والحمد لله صراحه انا جاتني هاديه الحمد لله، خدمت على راسي وتحت الفريق الجيش الملكي ولا الحسنيه في كاين، صراحه على حساب الخدمه ديالك داكشي كيبقى على حساب الخدمه، ولا المستوى راه عادي غير كيبقى في الامكانيات وصافي. فوالا يمكن حسنيه اكادير شفنا انه الفريق كان متالق، انت كمهاجم الذهب ديال البركاوي، اش ممكن نقول شويه على الخط الهجوم ديال فريق حسنيه اكادير الان؟ واكيد يعني كان البركاوي اللي كان هداف وتوج والان بفريق الرائد، انت الان يعني واش تقريبا نفس البوست يا جماعه؟ نفس البوست، كنلعب نفس البوست والحمد لله كنلعب نفس البوست، نتمنى كان ان شاء الله نكون خلاف ديال البركاوي ان شاء الله في الحسنيه اكادير. فوالا الطموح ديالك مع الفريق؟ والحمد لله الطموح ديالي نحقق الالقاب مع الفريق ونرجعوا للاستكاكه الصحيحه ديالنا ونمشيو عاوتاني شي كاس نتاهلوا شي كاف ولا المهم شي كاس افريقيا ان شاء الله. فوالا كنتمنى لك كامل التوفيق سي جامع، وشكرا جزيلا تبارك الله عليك.